اخذ راي البروفيسور عبد الله بدو فيما يتعلق بتقيد المغرب والتزامه بشكل دائم باعلاء الجانب العلمي في النقاش والنظر الى الزوايا والاشكالات التي تطرحها الجائحه على طول هذه السنه، ما الذي اثمره ذلك بروفيسور عبد الله بدو؟ نعم، أظن أنه شفنا منذ بداية هذه الجائحة والمغرب فعلا قام يعني بواحد طريقة علمية بشرح يعني حتى الوباء والمرض حتى الأشخاص، وانتم يعني صحافة حتى انتم قمتم بواحد دور مهم جدا لإيصال المعلومة للمواطن، وكشفنا كيفاش المواطنين كانوا في الأول ما عندهمش فكرة على مثلا كيف يتم اللقاح، اشنو كاين في ديك يعني الزجاجة ديال اللقاح، اشنو كاين داخل اللقاح، كيف يستعمل اللقاح، كيف يعمل جهاز المناعة، هذو كلهم أسئلة اللي كانت عند يعني عند المواطنين وما كانوش الإجابة، ولكن يعني بفضل المقاربة العلمية الناس دابا ولاو كيفهموا هاد المسائل كلها، وهذه يعني مكسب كبير بزاف. ونقدر نرجع حتى كيف قال كما قال يعني الزميل خطوف، يعني شفنا كذلك كيفاش تكونت اللجنة العلمية والتقنية ديال ضد كوفيد 19، وكيفاش هاد اللجنة العلمية هي يعني عملت بواحد المقاربة وبقات متشبتة بالمقاربة العلمية، هو عطى أمثلة وكنا نعطيو أمثلة أخرى، وحنا فخورين بهاد المقاربة، وكنظن هادو من المكاسب اللي ربحنا مع الجائحة، وكاين مكاسب أخرى وخا عندها المساوئ ديالها، ولكن كاين مكاسب مع هاد الجائحة، وأولا هي هاد المقاربة العلمية، الناس صدقات ولات يعني كتفهم كيف يعني المقاربة العلمية كيفاش كتعمل، بأننا ما يمكنش نقولوا حتى شي حاجة إلا إذا كانت يعني قالها العلم أو قالتها التجربة، وهذه كنظن بأنها يعني كترفع من الوعي ديال يعني ديال 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 المواطن بواحد الشكل كبير جدا، وغادي دفعنا اننا يعني غادي نمشيو يعني غادي كنتمنى ان هذه غادي تكون دفعه اننا يعني ندفعوا للامام بالبحث العلمي، لانها كنظن هذه من الدروس الاخرى اللي ربحنا من 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 يعني من من هذه الجائحه، هو اننا لابد الا بغينا نكونوا دوله يعني الغادية في طريق النمو، ولا بدا خصنا نديروا الالتفاته، وكنشوفوا بان هذا الشيء راه بدا تيحدث التفاته يعني يعني الجانب يعني تطوير البحث العلمي كذلك والمقاربه العلميه بصفه عامه.